من ادائك ما لا اداء تاني. لا خلي بالك، ما هوقعوا بقى برضه. اشمعنى يعني الدوري المحلي يعني مفيش حد بيدور ان هو ياخد الدوري؟ لا لا فين؟ مفيش حد في الدوري دلوقتي السنه دي؟ لا اعتقد السنه دي صعبه. حدش لا لا السنه دي صعبه. لا لسه بدري في الوقت الحالي. لسه بدري دلوقتي. دلوقتي لا انت، انا بتكلم على الدوري. الدوري بشكل عام ايوه طبعا في منافس. ليستر سيتي منافسه جامد جدا، مش وراك على طول. ليستر سيتي صح. ليستر سيتي صح. ليستر سيتي تعرفه؟ ليستر سيتي اه طب انا اعرف. تتفرج فريق كام؟ ايه فريق كام؟ على حسب. احنا لينا 3 ماتشات ناقص، وليستر سيتي مخلص ماتشاته كلها. احنا فاضل ماتشين مش كده فرق ولا؟ احنا عندنا ماتش يوم السبت باذن الله ربنا يوفقنا. وبالتالي احنا دايما لما بنفكر بنفكر ان احنا لا الدوري لسه بدري. احنا ليفربول يا يعني انا عايز اقول كلام طبعا. هو عايز يقول لك انا ليفربول حتى. لا ما هو انا ماشي بنفس انت لو نفس النهج بتاع ليفربول كابتن. من حقه هو، من حقه يقول الكلام ده. من حقه طبعا الاداء يقول كده كابتن. من حقك والله الاداء يقول كده. لكن يا كابتن لا، خلينا بس الاسلام عنده نقطه نظام برضو. خلينا بس ما نعديهاش. لا مش قصدي.